في يوم المرأة الإماراتية، المناسبة الهامة التي نحتفي بها بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها في مختلف الميادين، حيث تقف كلمات الوصف عاجزة أمام ما قدمته وتقدمه المرأة الإماراتية، فهي أيقونة التميز وفخر للوطن. اليوم المرأة الإماراتية مكانة خاصة، حيث ارتبط اسمها بالتسامح عبر توجيه أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأن تكون المرأة رمزاً حقيقياً للتسامح لما تجسده من مثال يحتذى به في المحبة والتآلف واحترام الآخر. نبارك لأم الإمارات هذا اليوم وهذه الإنجازات التي لولا اهتمامها ودعمها اللامحدود وتوجيه القيادة الرشيدة لما وصلت إليه المرأة الإماراتية وما حققت المكانة المتميزة في مختلف الميادين. وأبارك للمرأة الإماراتية شركتنا في البناء والتنمية التي نفخر بها ونعمل معها بفخر وعزيمة لعزة ورفاه وطننا الغالي.